مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. رئيس الحكومة يعلن إجراءات لفائدة المرأة الريفية، أهمها شروع في تنقيح المنشور الوزاري الخاص بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية. تونس تحتل المرتبة 87 من جملة 140 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية لمنتدى دافوس الاقتصادي. في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الدعوة إلى تغيير القوانين والاتفاقيات المنظمة لهذه العملية للمساهمة في إنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى على قائمة الانتظار. أهلاً بكم من جديد. تحت شعار المرأة الريفية محرك وتنمية المحلية المستدامة، افتتح صباح اليوم الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي بمدينة الثقافة بتونس العاصمة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات من أهمها شروع في تنقيح المنشور الوزاري الخاص بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية الفلاحية نحو إدماج نسبة دنيا لا تقل عن 20% تخصص للمرأة الريفية، وبعث خط ضمان وتنفيذ الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة للمرأة بالوسط الريفي لتمويل المشاريع الفردية والجماعية التي تبعثها، بالإضافة إلى الترفيع في ميزانية الصندوق الخاص بتنمية القطاع الفلاحي لتخصيص مبلغ 3.2 مليون دينار على خط تمويل الهياكل المهنية خاصة النسوية. وضعنا استراتيجية وطنية للمرأة الريفية ب 55 مليون دينار اعتمادات تشارك فيها العديد من الوزارات، منها أيضا فيها العديد من الإجراءات، منها توفير التغطية الاجتماعية ل 500 ألف مرأة في الوسط الريفي. حبينا نركز على المرأة الريفية كمحرك للنمو للتنمية المحلية. هذاك علاش اليوم قلنا باش نخصوا 20% من المقاسم الفلاحية اللي تمشي للشبان الأخيري للمرأة الريفية، حتى نمكنها من الولوج إلى الملكية، لأن هذه عائق كبير. اليوم أقل من 5% من النساء في الريف تملك، وبالتالي ما تمكنش تحصل على القروض. أيضا خصصنا اعتماد مالي لتمويل أنشطة المرأة الفلاحية بامتياز للمرأة هذه. نحب نخلق ديناميكية في الأرياف متاعنا حتى تكون المرأة الريفية تثمن المنتوجات متاعها تنجم توصلها. التهم اليوم بصفاقس يوم للأبواب المفتوحة جمع مختلف هياكل المساندة في محاولة أخرى لتشجيع الشباب على بعث المشاريع، ومن المنتظر أن يتوج هذا اليوم ببعث أكثر من 90 مؤسسة جديدة. أسئلة عديدة تخامر ذهن كل صاحب فكرة مشروع كهذا الشاب، ولا يحتاج إلا لدخول هذا الباب، باب مركز أعمال صفاقس، ليحصل على إجابات. خم نحب نحل بروجي، نحب نشوف شهم ما فهميش، شنجمو عاونوني، هذا علاش جيت أنا اليوم. برشا أسئلة معناتها في مخك. صحيح. برشا طموح. صحيح. ماذا بيا نعرف معناتها الطريقة متاع التمويل، إذا كان فما دي ريسك شنو هما لي ريسك الموجودين في المشروع، كيفاش نحاولوا نتجنبوهم، هذا مهم أكثر حوايج. مركز أعمال صفاقس يوفر فرصة الأبواب المفتوحة ليجمع الباعثين بكل هياكل الدعم والمساندة، مختزلا الجهد والوقت ومفسحا مجال المبادرة. نعرفوهم بالتمويلات اللي نجموا نخدموهم كمؤسسة تاع تمويل، ونرافقوهم في مرحلة البعث المشاريع متاعهم، ونأطروهم ونبعثوهم مثلا للمؤسسات اللي نجموا هما اللي تحصلوا منها على التمويلات اللي طبقا للمشاريع متاعهم. المرة الأخرى عملنا ركروتمون متاع 70 معناتها مشروع يتسمى جديد. اليوم معناتها عنا تقريبا 120 تأكيد من معناتها من طرف الشبان والشابات اللي هما متخرجين من التعليم العالي ومن مراكز التكوين المهني، وكذلك البعض اللي ما هماش حاملين شهادة عليا، واللي الحقيقة معناتها يبشر أنه إن شاء الله نوصلوا باش نحقوا يمكن حكايه 90، يعني كيكه في حدود 90 مشروع جديد اللي من بعدين احنا والهياكل اللي تشوفهم، يعني الصناعه التقليديه اللانيتي كل الهياكل بتاع الدعم نرافقوهم باش يحثوا المشاريع نتاعهم. يوم الابواب المفتوحه للباعثين الشباب في دورته الثانيه ينجح في تشجيع من له فكره ويحتاج الى خطوه ثابته للتقدم نحو ترسيمها.
تقدمت تونس ضمن تقرير التنافسية الاقتصادية لسنة 18 و 2019 و 2020 الصادر عن منتدى دافوس السنوي 8 مراتب عن السنة الفريطة، حيث احتلت هذه السنة المرتبة 87 من مجموع 140 دولة، لتصبح بذلك في المرتبة الثانية مغربيا والثالثة إفريقيا. احتلت تونس ضمن تقرير التنافسية العالمية لسنة 18 و 2019 و 2020 الذي يصدره منتدى دافوس الاقتصادي سنويا المرتبة 87 من جملة 140 دولة شملها التقرير، متقدمة بثماني مراتب عن السنة الفارطة، حيث صنفت أنذاك في المرتبة 95. وبذلك تحتل تونس في تقرير التنافسية الاقتصادية المرتبة الثانية على الصعيد المغاربي بعد المغرب، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا والمغرب. ويستند التقرير إلى 12 ركيزة اقتصادية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية سجلت تونس تقدما في بعضها، من ذلك المجال الصحي وحجم الأسواق وديناميكية سوق الأعمال، في حين تدحرج ترتيب تونس فيما يتعلق بمؤشرات كسوق الشغل وسوق الإنتاج. وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها تونس بعد تراجعها ب 63 مركزا في غضون 7 سنوات، حيث كانت مصنفة في المرتبة 32 ضمن تقرير التنافسية الاقتصادية لسنة 10 و 2011 و 2000، والمرتبة 40 في تقرير 11 و 2012 و 2000، والمرتبة 87 في تقرير 13 و 2014 و 2000، كما صنفت في المرتبة 92 في تقرير 14 و 2015 و 2000، والمرتبة 95 في تقرير 16 و 2017 و 2000. ولم يتم تصنيف تونس ضمن تقرير التنافسية سنة 12 و 2013 و 2000 بطلب من تونس بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تلت الثورة. في تواصل لسلسلة الاجتماعات العمالية التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل لحشد منظوريه استعدادا للإضراب في القطاع العام المقرر تنفيذه في 24 من هذا الشهر، والإضراب في الوظيفة العمومية المبرمج في 22 من نوفمبر المقبل، تحول أمين عام الاتحاد إلى المقر المركزي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعاصمة، حيث توجه بكلمة أمام العاملين أكد فيها تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار السلمي سبيلا لتحقيق المطالب الاجتماعية وضمانا لديمومة القطاع العام. الكورة اليوم في ملعب الطرف الحكومي، احنا اليوم عندنا اتفاق ممضى انه ننهي من المفاوضات في 15 سبتمبر، وين احنا من 15 سبتمبر؟ واليوم تعرفوا الاسعار اليوم في غير مسبوقة في تاريخ تونس، ان الزيادات بدون رقابة والناس كلها ترتع في البلاد ومسالك التوزيع والاحتكار والسمسارة وغيرها. واليوم نحبوا نحكوا على هيبة الدولة، هيبة الدولة هي في المحافظة على المقدرة الشرائية نتاع أبناء شعبها، هيبة الدولة أن تكون عادلة ومنصفة بين مختلف مكونات أبناء شعبها، ليس هيبة الدولة أن باش نسيب الناس يعملوا اللي يحبوا ويعملوا يبنوا ثروات طائلة من غير ما يدفعوا واجبهم الجبائي. كما أعلن اتحاد عمال تونس في بيان له عدم التزامه بقرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر تنفيذه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 24 من أكتوبر الجاري والثاني 22 من نوفمبر 2018، سيما وأنه لم يقع تشريكه في أخذ القرار. ودعا اتحاد عمال تونس جميع الأجراء العاملين بالفكر والساعد إلى مزيد الإنتاج وإلى الإخلاص في العمل والسعي بكل جد إلى خلق الثروة باعتبارها الضمان الوحيد لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العيش الكريم والقادر على الحد من تفاقم الأزمة وارتهان البلاد للخارج. كما دعا إلى بعث هيئة عليا للتخطيط حتى تسير الدولة وفق حسابات مضبوطة ومخططات مدروسة. سجلت عدد من ولايات الجمهورية نزول كميات هامة من الأمطار على غرار ولاية الكاف، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بكل من معتمديات التجروين والقلعة الخصبة وقلعة سنان في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغلق عدد من المعاهد والمدارس. كما غمرت مياه الأمطار التي تساقطت بكمية هامة بكل من معتمديات فريانة ومجلب العباس وفسانة من ولاية القصرين، غمرت عددا من المنازل، وأدت الأمطار أيضا إلى
ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية على غرار وادي الواعر الرابط بين ولاية قفصة ومعتمدية مجلب العباس ووادي المحروق في معتمدية مجلب العباس، فيما توقفت الدروس في عدد من المدارس بسبب ارتفاع منسوب المياه. وحثت الإدارة العامة للحرس الوطني حسب بلاغ لوزارة الداخلية مستعملي الطريق على أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة بالمجاري المائية والتعديل من السرعة والتقيد بقواعد السير والجولان. التبرع بالأعضاء قضية مجتمع هو شعار اليوم التوعوي حول التبرع بالأعضاء الذي انتظم اليوم بكلية الطب تونس بمناسبة اليوم العالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. ويهدف المشاركون في هذه التظاهرة إلى مزيد توعية العائلات التونسية بأهمية التبرع بالأعضاء في إنقاذ عدد كبير من المرضى، إضافة إلى أهمية تطوير البحوث والدراسات الخاصة بزرع الأنسجة والخلايا. 10500 حالة تنتفع بغسيل الكلى ليبلغ عدد المرضى على قائمة انتظار زرع الكلى عند الكبار 1365 حالة و51 حالة عند الأطفال، في الوقت الذي يبلغ عدد المرضى على قائمة الانتظار بالنسبة إلى زرع القرنية لهذه السنة 1270 حالة. وفي اليوم العالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، أكد مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن التبرع بالأعضاء لابد أن يكون قضية مجتمع. حبيناه اليوم باش يكون الشعار متاعنا هو التبرع بالأعضاء قضية مجتمع، على خاطر كل إنسان من الموقع متاعه ماهوش قضية متاع صحة فحسب، ولكن ثم بعض من الأطراف المتداخلة، المجتمع المدني، الإعلام، المرضى زادة كيف الجمعيات العلمية، كلنا يلزمنا ندخلوا كل من موقع متاعه باش ننهضوا بالمجال هذا. وقد أكد المشاركون في هذا اليوم التوعوي الذي نظم بكلية الطب تونس أهمية التفكير في الطرح الإعلامي للتبرع بالأعضاء وتكثيف المنابر الحوارية من أجل التوعية الدينية. الطرح الإعلامي لمسألة التبرع بالأعضاء ما زالت إلى حد الآن كلاسيكية في تونس، باعتباره أنه ليس هناك تنويع في هذه الآليات الإعلامية على مستوى التحسيس والتوعية، والآن لابد من تغيير هذه المقاربة لمجال التبرع بالأعضاء عبر آليات جديدة تعتمد المباشراتية في الخطاب المتعلق بزرع أعضاء، أيضا على مستوى التوعية الدينية بهذه المسألة مهمة جدا. الفكرة، فكرة العطاء والتبرع ما هيش غريبة على المجتمع التونسي، لكن اللي مش يمثل مشكلة هو التبرع بعد الموت، وذلك لتمثلات اجتماعية فيها علاقة بالجسد بالموت، الوطء الرمزية للعائلة. رئيس ديوان وزير الصحة محمد مفتاح أكد لدى إشرافه على هذه التظاهرة أهمية تطوير البحوث والدراسات الخاصة بزرع الأنسجة والخلايا. البحث في المجال هذا متاع الخلايا بحث مفتوح ومتطور، ونحن ينبغي أن نطوره لأنه الكلفة أقل ياسر عندما نعمل علاجات مبنية على الأنسجة وتغيير الأنسجة ولو نقارنها بمختلف التوجهات العلاجية الأخرى. ستكون من ضمن مطالبنا اهتموا أيضا بهذا المجال لأنه مثمر ولأنه الحاجة له في الصحة العمومية كبيرة. وقد دعا المحاضرون في هذه التظاهرة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لزرع الأعضاء ومراجعة اتفاقيات التمويل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. أفاد رئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للملاحة نور الدين الشايبي، أفاد بأن التحقيق في ملابسات حادث الاصطدام بين السفينة إليس التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين ميناءي جنوة ورادس مع السفينة القبرصية فيرجينيا سينطلق اليوم. وأضاف الشايبي في تصريح صحفي أن المنظمة البحرية الدولية قد بادرت بتكوين فريق يضم محققين يمثلان تونس وفرنسا، وسيعمل هذا الفريق على حسن سير التحقيق. في جابس نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول القانون الدولي للجوء والحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس. مثل القانون الدولي للجوء والحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس موضوع الدورة التدريبية التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
اليوم مع نشطاء من المجتمع المدني من كافة ولايات الجنوب، هذه في إطار حلقات ليست هي الأولى بل في تكوين تراكمي، لأن مسألة الهجرة واللجوء مسألة مهمة في تونس في ظل معيقات من بينها غياب قانون وإطار وطني للهجرة واللجوء. مسائل عديدة تم التطرق إليها في هذه الدورة التدريبية، من بينها حماية اللاجئين من خلال المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية. الوضعية اللاجئين في جنوب تونس لاباس، معناتها عندهم الوصول إلى الخدمات المهلين كما بالنسبة للصحة بالنسبة للتعليم، ولكن في غياب قانون على اللاجئين في تونس فما دي ديفيكولتي. مسألة اللجوء تطرح في تونس إشكاليات عديدة في ظل غياب قانون وطني يعنى بشؤون اللاجئين. نعرف أني خاصة الجنوب تمثل أكثر نسب متاع اللجوء باعتبارها أنها نقطة عبور هامة، وبالتالي يعني اليوم شفناها أنها من الضروري ومن الواجب المصادقة على القانون هذا اللي أمام مجلس النواب لحماية اللاجئين. هذه الدورة التدريبية الإقليمية يراد منها بناء قدرات كل الفاعلين في مجال الهجرة واللجوء وإبراز الحاجة لوجود هيكل يعنى باللاجئين. جولة أخبارنا الدولية نبدأها بآخر تطورات قضية صحفي سعودي جمال خاشقجي، حيث بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة محادثات مع السلطات التركية حول قضية الاختفاء بعد أن كان أدى زيارة للسعودية أمس. في الوقت الذي ما زالت تواجه فيه المملكة العربية السعودية تقارير جديدة تتحدث عن مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم إلى تركيا لإجراء محادثات مع سلطات أنقرة حول قضية اختفاء الخاشقجي بعد أن كان أدى زيارته الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية التي جاء منها إلى تركيا محملا بانطباع شخصي بعد اجتماعاته مع القادة بالمملكة بأنه هناك التزام جدي من السعوديين بمعرفة كل الحقائق وضمان المحاسبة بما في ذلك محاسبة قادة سعوديين أو مسؤولين كبار. وأضاف بومبيو أن القادة السعوديين نفوا وبشدة أي علم لديهم بما حدث في قنصلية بلادهم في اسطنبول، ووعدوا بإجراء تحقيق جدي يحظى بالمصداقية. وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو قال عقب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو إنه أخبره نقله رسالة من ترامب للسعوديين، وأكد أوغلو أنه يأمل أن يتم اليوم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي الذي غادر اسطنبول الثلاثاء متوجها للرياض، مشيرا إلى أن ذلك لم يتم كما هو مقرر أمس بسبب وجود عائلة القنصل داخل المبنى. كما أكد شاوشوغلو أن القنصل السعودي لم يرحل. وفي آخر التقارير الإعلامية بشأن قضية الخاشقجي قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات التركية زودتها بنسخ جوازات سفر لسبعة أشخاص تقول إنهم جزء من الفريق السعودي الذي شارك فيما سمي بعملية اغتيال خاشقجي المختفي بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري. ونشرت واشنطن بوست صور هذه الجوازات مع إخفاء وجوه أصحابها وأسمائهم لحين استكمال الأبحاث. وضمن آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني في غارات جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة صباح اليوم بعد إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل حسب مزاعم جيش الاحتلال. في الأثناء صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة 77 والصين خلال السنة المقبلة. شيع الفلسطينيون صباح اليوم جثمان شاب فلسطيني استشهد بعد سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى على أهداف متفرقة في بيت لاهية شمال قطاع غزة، كما أصيب 3 آخرون بشظايا الصواريخ التي تسببت في حالة من الهلع والخوف في صفوف الطلبة والتلاميذ الذين كانوا في طريقهم إلى المعاهد والمدارس حسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية. يأتي هذا التصعيد الجديد بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أنه شن غارات جوية صباح اليوم على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع فجرا سقط أحدهما في مدينة بير السبع متسببا في أضرار مادية، ما أجبر المحتل الإسرائيلي على الرد بغارات جوية على القطاع حسب نص البيان.
دبلوماسيا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية بأغلبية 146 دولة لصالح قرار انتخاب فلسطين رئيسة لمجموعة 77 والصين مقابل معارضة 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمحتل الإسرائيلي، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت. ويمنح هذا التصويت دولة فلسطين التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية يمنحها صلاحيات قانونية إضافية. في الأثناء صرح السفير الفلسطيني رياض منصور بأن الأمر بمثابة انتصار لدولة فلسطين، وهو دليل على الإجماع والثقة التي تمنحها أغلب دول العالم لفلسطين بمدى قدرتها على إدارة ملفات مهمة. وفي الشأن السوري، أعلنت مصادر بالأمم المتحدة أن حكومة دمشق وافقت على طلب المنظمة لإيصال مساعدات الأسبوع المقبل إلى مخيم الركبان على الحدود مع الأردن. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف دعت في وقت سابق جميع الأطراف الفاعلة في سوريا لإدخال المساعدات إلى النازحين المحاصرين. يأتي ذلك فيما يشهد المخيم أزمة إنسانية متفاقمة في ظل غياب معظم المواد الغذائية والطبية ووجود مرضى ونساء حوامل بحاجة إلى عمليات جراحية. في أخبار الرياضة، بلغ المنتخب الوطني لكرة نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2019 إثر تغلبه عشية أمس على منتخب النيجر بهدفين لهدف في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة التي أقيمت بالعاصمة نيامي. وحملت ثنائية نصوري قرطاج توقيع فراس شوات في الدقيقتين 29 و 33، فيما ذلل يوسف الفريق في الدقيقة 36، وبذلك يكون المنتخب الوطني قد حقق تأهله 14 على التوالي والتاسع عشر في تاريخه للحدث القاري. وإثر اللقاء قال مدرب المنتخب فوزي البنزرتي إن عامل الحرارة لم يؤثر على اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة، في حين اعتبر فراس شوات أن تسجيله لهدفين سيعطيه دفعا لمزيد التألق مع المنتخب. نفسانيا عملنا باش ما يحسوش اللاعبين بسخانة، طالما سخانة عمرها ما تأثر. معناتها تعرف العوامل النفسانيه في بعض المباريات اهم حاجه، معناتها اذا تحط في تفكيرهم كما فما سخانه كبيره فما 36 ولا 38 ديجري، معناتها سا بيرتيرب ان بو معناتها المونتال. انا في معناتها توسي ترافاي با بس يدخلوا كي دخلوا الماتش انا با سونتي الا معناتها سخانه ماثره على حتى ممكن تفرجوا ما اثرت على حتى ملاعبي، وبدينا من البدايه حتى للنهايه ما حسيتش ملاعبي نتاعنا تعبوا. اول حاجه نقول الحمد لله معناها زبونتو عطوني الثقه في روحي برشا 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 باش نزيد نخدم، والحمد لله معناها عاونت اصحابي بني نقدر وماركيتها. وفي عالم الكرة الصفراء، وضمن دورة موسكو لتنس السيدات، تمكنت التونسية أنس جابر من الفوز على المصنفة الثالثة في البطولة الأمريكية ستيفانس بمجموعتين نظيفتين لتبلغ ربع النهائي، حيث ستواجه الإستونية كونتافايت. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الحكومة يعلن إجراءات لفائدة المرأة الريفية، أهمها الشروع في تنقيح المنشور الوزاري الخاص بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية. تونس تحتل المرتبة 87 من جملة 140 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية لمنتدى دافوس الاقتصادي. في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الدعوة إلى تغيير القوانين والاتفاقيات المنظمة لهذه العملية للمساهمة في إنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى على قائمة الانتظار. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة والاهتمام. للقاء.